فيديو هنا بحيرة كاري اللي هي فوق جبال أراكاج. جبال أراكاج ارتفاعها 4090 متر، تحتوي على 4 قمم. البحيرة على ارتفاع 3800 متر. نحن الآن بصحبة أحد العوائل العراقية، مع أرارات السياحة توجهنا هنا، وهذا شوف قدامنا البحيرة. مطعم راح ناكل، طبعا متواعدين على أكلة الباشا. الباشا راح على الطريقة الأرمينية. نشوف الثلوج لحد الآن فوق الجبال. إن شاء الله نكون مع عوائل أخرى في أقرب وقت. تقبل تحيات أرارات للسياحة. تقاريرنا متواجدة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تحت عنوان أرارات للسياحة وأرمينيا السياحية للعوائل، ورقمنا متواجد دائما مع تقاريرنا 00374777322826. تقبلوا تحيات أرارات للسياحة.